مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الحلقة الحوارية من بيروت اليوم، ومعنا في الاستوديو النائبة نجاة عون صليبة. بروفيسور أهلا وسهلا فيك معنا بالأم تي في وببرنامج بيروت اليوم. يعطيك العافية وثانك يو على الاستضافة، مرسي كتير. في عنا ملفات كتير بدنا نحكي فيها معك، يمكن أبرزها أو أكثرها جد إذا بدنا نقول من حيث التوقيت الزمني هو المبادرة الرئاسية لحضرتكم كتكتل نواب قوى التغيير طرحتوها، ويلي بكرة حتبلشوا فيها، حتبلشوا بالجولة على النواب ومختلف الأحزاب السياسية. بس تحت الهواء وقبل الهواء بنص ساعة حكيتيني عن فضيحة بقية جديدة، إذا بدنا نقول عن صور، عن فضيحة وثقتيها، رح نشوف احنا كمان الصور وتخبرينا أكثر عنا شو اللي صاير اليوم، شو جديد فضائح البيئة بلبنان. بدنا نشوف صور قبل، يعني هنعرض صور نحن وتكون حضرتك عم تخبرينا عن اللي صار. هو اللي صار انه نحن على ابواب الشتاء، ونحن صور هلا على الهواء، ونحن كمان على موسم حريق، يعني باكتوبر ونوفمبر، تشرين الاول تشرين الثاني، في عنا موسم حريق كثير خطر. لانه نحن على ابواب الشتاء، العالم عم تتسارع لحتى تقص شجر ولحتى تخزن الخشب ليتدفوا. أنا عم بفهم هيدا الشيء، وفي ناس عم تاخد مثل إشارة، إنه مثل تصريح إنه بحق لهم يشحلوا بس ما بحق لهم يقطعوا الأشجار. بس اللي عم بيوصلنا من الناس اللي عم تمشي بالطبيعة ومن الناس اللي عايشة بالضياع، إنه هيدا التصريح أو هيدا السماح بالتشحيل عم بيؤدي لإبادة الغابة. صور عم تشوف على الهواء هن وين صاروا وشو يلي صار. نحن إجاني أخبار إنه في إبادة لأشجار السنديين براس المتن. طلعت اليوم الساعة 5 الصبح، كنت فوق. نعم. 6 بالتحديد لأنه 5 مشيت من البيت. وبلشنا نشوف شو عم بيصير. جبل كامل أشجار السنديان مقطشة مقصوصة للكعب، مش هيدا التشحيل، هيدا قتل، هيدا قتل كل شيء في شجر. والأصعب من هيك إنه كل الأغصان اللي ما بدهم إياها بكتسوها فوق بعضها، لأنه هيدا منهم بحاجة لإلها. فبقى هيدا أول شيء في قتل للشجر، تاني شيء في عم بيقووا خطر الحرايق بطريقة منا مقبولة أبدا. تفضل، هيدا كيف بنقله تشحيل إذا قصين الشجرة كلها سوا؟ هيدا بما أنه اليوم صار، نحن بدنا ناخد إجراءات قانونية وإجراءات قضائية. رح نعمل كتاب للمدعي العام البيئي، رح نكتب كتاب لرئيس البلدية، هون في رئيس البلدية رويسة البلوط والهلالية، رح نكتب كتاب. تفضل لك المشاحر على مد عينك والنظر بتشوف مشاحر. وبدنا نعمل نطلب من وزير الزراعة إنه يلاحق الموضوع بطريقة كتير جدية، ورح نعمل له كتاب، ورح نعمل كتاب لوزير البيئة، وكتاب لوزير البلديات ليشدد إنه البلديات تاخد وتلعب دورة بهيدي الشغل. والأهم من هيك، بدي أطلب من وزير الزراعة من عبر هيدا المنبر، ورح أتواصل أنا وياه أكيد اليوم بعد ما صح لي، إنه نمنع بيع فحم السنديين من لبنان. ما بدها هالقد ناس بتصنع فحم بكل بلدان العالم، نحنا ما ضروري نولع فحم سنديين، إن كان للأشياء المنزلية أو للأراجيل. في فحم اصطناعي، في فحم مصنع، فينا ناخد هيدي الصناعة نطورها ونعملها بلبنان، بتخلق فرص عمل وبتوفر فحم وبتوفر قص على الشجر. هيدي شغلة رح اشتغل عليها ابتداء من بكرة الصبح، انه نعمل تعميم منع بيع الفحم تبع السنديان. اذا بنمنع بيع الفحم السندياني، ساعتها ببطل في حجه انه نحن بدنا نعمل مشاحر. بس بدنا رقابه نتاكد انه ما حدا رح يخرق هذا التعميم بحال اشتغلتوا عليه وصار. هو المشكله وين؟ انه في اضراب قضائي. اذا في اضراب قضائي، حتى لو قدمت انا كتاب للنيابه العامه بقول لك انا مقدرب، بس الوزراء عم يتجاوبوا معي. يعني صار لي من وقت ما استلمت النيابة من 3 أشهر، من شهرين لحتى أقول، كل يوم يعني يوم يوم، لا عم بتواصل مع وزير، يا وزير الداخلية، يا وزير الزراعة، يا وزير البيئة، وما عم يقدروا يرتاحوا مني. وأنا اليوم عم بقلهم من هون إنه الليلة كمان رح نرجع. الصور يلي كمان نعم. حضرتك يعني اتخذتيهم. ليك هيدا الجبل كيف هو كله مقصوص، شفت كيف؟
انه شيء بيقطع القلب، بتوصل على مطرح، هيدي المطرح هون، هيدي بوابه المتن، وادي لامارتين اللي بتمتد من العباديه كلها في لغه، هيدي يعني مثل النفس اللي بياخده راس المتن لحتى يكون عنده هيدا المناخ الحلو. اذا قصينا الشجر رح تصير الصحراء واصله لفوق. يعني فعلا للأسف هي فضيحه مثل ما قلتي. قلتي لي عم تتحدث دائما مع الوزراء المعنيين، وزير البيئه، وزير الزراعه، ووزير الداخليه، مين اكثر الوزراء تعاونا بيناتهم بما يتعلق بالموضوع البيئي؟ ما هيدي الشغله بالتحديد هي مسؤوليه وزير الزراعه اكثر من غير وزراء. عم بيكون متعاون يعني اليوم اللبنانيين حابين يعرفوا عن اداء الحكومه، وحضرتكم كنواب عم بتتبعون بالبرلمان، فيكم تروحوا الثقه فيهم، حكومه تصريف اعمال هي حاليا، ولكن كمان فيكم انتم تعطوا للناس فكره اكثر عن ادائهم، عن كيف عم بيكونوا، كيف عم يتعاونوا معكم. لك هن كثير عم يتعاونوا معي وانا بنق كثير، يعني انا ما بسكت الا ما اخذ نتيجه، يعني بس هن ابدا دغري عم بيجاوبوني، وخصوصا وزير الزراعه كل ما ابعث له شغله بيقول لي انا رح لحقها لحتى تخلص. ومش بس هيك، انا عم بطلب كتاب خطي لحتى اعرف شو عم بيصير، وعم برجع بلحقهم اذا ما عطوني اياه بالمهله المحدده. في كتير جرائم بيئية، تليفوني مليان هلا. حضرتك حطيت على مواقع التواصل الاجتماعي، حطيت بالتغريدة وأكثر من مرة أعلن، قلت إنه كل مواطن حيلا حدا شاهد على جريمة أو على فضيحة بيئية يتواصل معك، يوثق أو يتواصل معك. 100%. من بعد ما عم توصل لك الصور شو عم تعمل؟ عم تعاين المحل مثل ما شفنا بالصور، أو عم بيكون في يعني متابعة أكثر وتدقيق بالمعلومات، شو اللي عم بيصير؟ أنا عم بطلع قد ما فيني، عم بطلع بشوفها بعيوني حتى ما يكون الفيديو مغشوش أو منه مزبوط، بدي أتأكد قبل ما لاحق القضية للآخر. بدي أقول شغلة إنه مثلاً بميفوق رئيس البلدية تحرك بسرعة وتلفن لي وقال لي إنه أنا صار لي سنين عم لاحق القضية بس كانوا الناس ما عم بيردوا عليه، رح نعمل مؤتمر صحفي بكرة لحتى رئيس البلدية يبين بالوثائق شو هو عم يعمل كرمال يقدر يحط حد لهيدي الجريمة اللي موجودة بميفوق. إذا اليوم الوزراء عم يتعاون والبلديات عم تتعاون بعد ما تصير المصيبة، من وين عم يبلش الغلط اليوم؟ المسؤولية عم بتكون عند مين؟ فقط على المواطن اللي عم بيخالف، أو أيضا كمان على بعض المرجعات اللي عم بتغض النظر، أو مرات بنسمع إنه بيكون في تغطية وشراكة؟ أكيد في، يعني في عنا مشكلة بتولا أخذت وقت كبير، يعني تقريبا شي شهر ابعت له لوزير الداخلية فيديوهات ونأكد أنه عم تتلاحق مع قوى الأمن، مع النيابة العامة، مع كل شيء لحتى نوصل لنتيجة. أنا بقول أنه هلأ بالوضع الحالي وبالشح بالناس اللي عم تشتغل عند وزارة الزراعة وعند وزارة البلديات والداخلية ما عم بيقدروا يغطوا، بس إذا المواطن بيساعدهم والمواطن بيوصلهم الكلمة أنا أكيد أنه بيساعده. وما عم أقول أكيد لأنه عم بخمن، أنا أكيد لأنه أنا تواصلت معهم، ولما واحد بلح على الموضوع هن عم بيتجاوبوا. هلأ بدون لح ما بعرف إذا عم بيقدروا يتجاوبوا قدي المعطيات اللي عندهم وقدي عندهم الإمكانيات. ما بدي أظلم حدا، أنا بعرف أنه كل شغلة عم لحقها بدي أوصل فيها لخواتيمة وإلا ما رح وقف، وكل شغلة بحاجة لقانون يدعمها رح نعمل القانون. يوما ما رح يصير عنا قضاء نقدر نتكل عليه، ويوما ما رح بعد ما عنا قضاء اليوم يتكل عليه. هلا بنرجع بنحكي بنحكي اكيد خاصه من جريمه 4 اب والتحقيقات. نعم. كلها اليوم بدي اسالك سؤال من دون القاب، شو فرقت اليوم نجاة صليبة قبل الدخول الى البرلمان وبعد الدخول الى البرلمان، خصوصا فيما يتعلق بالملف البيئي؟ قبل ما دخلت البرلمان كنت قاعده بقصر عاجي وأقعد أعمل أبحاث وقول أنا لازم يصير هيك ولازم يصير هيك، وحلو كتير أنه الأبحاث تدعم كل الإرشادات اللي نحن بنعملها. هلأ وجودي على الأرض صار يعرف قدي صعوبة أنه الأشياء تتنفذ، مش لأنه هي صعبة تقنيا، لأنه السيستم عندنا مركب بطريقة أنه ما بيمشي لقدام، مكربش. طيب اليوم أكيد حضرتك عم تقابل بعض الناشطين وبعض الأشخاص اللي كانوا مطرح ما أنت كنت قبل النيابة، هؤلاء الأشخاص ما اختبروا النيابة، ما اختبروا اليوم هالسيستم اللي عم تحكي عنه اللي معركش وكتير صعب، لما بتلتقي معهم شو بتقولي لهم؟ كيف بتفسري لهم ليه مرات التغيير عم ياخد وقت يمكن، أو ما عم فيكم تحققوا الأمور بالطريقة اللي أنتم بتكون إياها وبالسرعة اللي أنتم بتكون إياها؟ أنا بس بدي أكمل فكرتي شوي لحتى أقول إنه السيستم
سيستم مكربج لانه في فساد، في تغطيه فساد صار لها سنين، وهيدي شغله كثير مهمه. بس كمان الاهم انه كتقنيه كانسانه عالمه، يعني عندي ابحاث وبعرف بالموضوع، ما فيني روح، يعني انا وقت اروح اعمل شوف الاشياء بعيوني، ما في يجي حدا مثلا يقول لي هيدي الشجره قصيناها لانه مكسره الثلج. يعني كيف في واحد جرب يمرق علي انه هيدي قصوها لانه مكسره، قلت له فيك تعمل هيدا الارجيومنت، يعني فيك تعمل هيدي الحلول او التحاليل لحدا غيري بس مش لإلي. هيدي شغله كثير مهمه انه يوصل ناس تقنيين معلمين عندهم ابحاث على البرلمان النيابي حتى هيدي التحاليل او المناقشات لتغطيه شغله ما تركب، يعني ما تمشي. وللعلماء والباحثين شو بتقول اليوم يلي عم بيتابعوا ادائكم وعم بيشوفوا اليوم شو عم بيصير، يمكن بيقولوا لكم انه بعد ما في حلول سريعه، صرتوا داخل المجلس، شو بتقولي لهم؟ بدي اقول لهم يعطيهم العافيه، لا بدي اقول لهم يعطيهم العافيه، بدي اقول لهم خلي يضلوا يشتغلوا مثل ما هن عم بيشتغلوا، لانه بدنا معلومات، بدنا ديتا، بدنا علم لحتى نقدر دايما دايما كل ما بدنا نعمل شغله نبنيها على العلم. وبدون العلوم وبدون الناس اللي عم تعمل ابحاث نحن بلدنا ما بيتقدم. يعني انا بحيي كل انسان عم يعمل ابحاث بهيدا الوضع، لانه الوضع كثير استثنائي والوضع كثير صعب. بس كمان نحن ما فينا نشتغل، يعني انا ما بحس حالي قويه قد ما انا هلا، يعني بقدر شوف الاشياء وبقيمها اذا ما كنت عامله 20 سنه ابحاث. يعني مهم كتير كل إنسان بمطرحه يعمل دوره لأكمل وجه، لأن كلنا منكمل بعض. يعني البيئة وهالفضيحة البيئية اللي حضرتك وسأتيها أخذت الحيز الأكبر من انطلاقة الحوار، مع أنه كنا حاكين حنبلش من المبادرة الرئاسية ومن شغلكم بهذا السياق. البيئة قد ما خصصنا لها وقت بالنهاية بيضل بدها وقت أكثر، المشاكل كثيرة بلبنان للأسف. رح نرجع بسياق الحلقة نحكي عن ملف البيئة تحديدا أزمة النفايات، ولكن نروح هلا إلى الملف السياسي. حضرتكم سوري بتسمح لي بس أقول أنه اليوم طلع منشورة علمية كتير كتير مهمة بتأكد أنه تلوث الهواء هو بيقدر يسرع عملية تفشي السرطان بجسم الإنسان، وهيدي شغلة عرضتها البي بي سي وعرضتها وكتبت عنها لوغارديان، والعلماء اللي لقيوا هيدي نعتبرها اكتشاف، لأنه هيدي بتسرع كمان لما بنفهم كيف بيتفشى مرض السرطان بصير نقدر نلاقي له دواء. هي العلماء هن بجامعة بلندن ومنعتبرها، يعني اليوم هيدي اكتشاف مهم. رح نرجع إلى الملف البيئي، خصوصا أنه حضرتك قايلة بمقابلة صحفية من قبل أنه دخلت إلى السباق البرلماني لأنه المعركة بلشت لوقف النزيف السرطاني في لبنان. رح نرجع لهذا الموضوع، ولكن نروح إلى السياسة حاليا. بعد ساعات قليلة بكرة نهار الاثنين عندكم جولة لتحكوا فيها عن المبادرة الإنقاذية الرئاسية مثل ما سميتوها على مع مختلف الأفرقاء السياسيين. مع مين رح تبلشوا؟ نحن رح نبلش مع كتلة التشناق. بكرة الساعة 10 في اجتماع، رح يكون عدد من النواب التغييريين ببرج حمود عم يلتقوا مع أجوبك، يعني زميل أجوبك. زميلك معنا على الهاتف، رح ناخذ منه مداخلة سريعة أيضا حول هذا الموضوع. مرحبا، أنت معنا على الهواء، الأمين العام لحزب التشناق أجوب بكرادونيو. تحياتي استاذ وتحياتي للزميل. تحياتنا لك ايضا. اليوم في مبادره رئاسيه انقاذيه مثل العنوان يلي اعطاها نواب التغيير لهذه المبادره، اولا هل اطلعت على المؤتمر الصحفي يلي قاموا فيه من تقريبا اسبوع؟ حضرتك بكره على موعد معهم. صراحه اطلعت، بس انا اجمالا بفضل انه يكون في عندي مكتوبه بعتني بالطراز القديم يمكن. لكن أكيد المبادرة مهمة، وخاصة لما بتسموها مبادرة إنقاذية، لأنه نحن بكل محبة وبكل صراحة رح أقول نحن بحاجة لأعجوبة لإنقاذ هالبلد. ممكن تتبنوا هذه المبادرة؟ أنا عدكن؟ أكيد المبادرة قيد الدرس عنا، وأكيد في طروحات أخرى كمان ومقاربات أخرى مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، بدنا نعمل الجهد الكافي تنقدر نحن نساهم بانقاذ البلد وبانتخاب رئيس جمهورية. حضرتكم هل ممكن قبل الرئاسة يكون في حكومة؟ نعم.
حضرتكم هل ممكن تطرحوا اليوم على نواب التغيير اسم مرشح؟ هل عندكم اي شخصيه اليوم بتطابق عليها المواصفات اللي حضرتهم بالبيان تبعهم عددوها بما يتعلق بالرئيس اللي ممكن انه يقوم بانقاذ البلد؟ صراحة نحن بعدنا على طور غربلة الأسامي. أكيد ليس فقط شخصية الرئيس أو الكفاءة، بدنا نشوف كمان لأنه وضع البلد للأسف الشديد معلق بالخارج، ونحن عم نسمح إنه الخارج يتدخل بشؤوننا الداخلية. للأسف إذا بدنا نرجع للتاريخ، ولا مرة نحن قدرنا ننتخب رئيس جمهورية بإرادة شعبية وبإرادة داخلية فقط، بأوقات مختلفة دول عربية ودول أوروبية وأمريكا وروسيا كانوا يتدخلوا. يا ريت فينا يكون في عندنا مرشح، يكون في مرشح توافقي، لازم كلنا سوا نتفق عليه بدون تدخلات. نعم، رح نتابع معكم اكيد غدا اللقاء اللي رح يصير، واذا رح تتبنوا او ما رح تتبنوا المبادره الانقاذيه الرئاسيه لقوى التغيير عم يعرضوها. شكرا لك النائب عقاب بكر دنيا على هذا المداخله. اكيد الزملاء التغييريين بشرفنا استضافتهم عندنا، المركز مركزهم، مركز نعم. كل شخص وكل نائب عم بيهتم بشؤون البلد بكل أمل بيعطوا لمستقبل التغيير. نعم، شكرا لك. بروفيسور صليبا رح نرجع لك، يعني لحد هلا في دراسة من أول شخص أول فريق سياسي رح تلتقوا فيه، في دراسة للمبادرة الإنقاذية، برأيك اليوم وين معقول يكون في ملاحظات من الأفرقاء؟ أي نقاط معقول تشكل نقاط اختلاف؟ لا نحن ما بدنا اختلاف أبداً، بس أكيد حيكون في شوية اختلاف بالأول اليوم بنسمع، ويمكن كل كتلة يكون عندها نقاط مختلفة عن الثاني. نحن رح نعرض النقاط على الكل الكتل بالتساوي مثل بعضهم وعلى مسافة واحدة من الجميع، وإن شاء الله يكون كل النقاط اللي بدهم هن يطرحوها أو يناقشوها تكون بناءة مثل ما قال الزميل عقاب بكرادونيان إنه تكون لإنقاذ هيدا البلد. هيدي بس أي بند اليوم أكثر شيء من البنود يلي سمعناهن بصوت وصورة وقتها النائب ملحم خلف والنائب ميشيل دويهي، برأيك معقول تشكل نقاط اختلاف؟ يعني هل هي الصفات اللي حضرتكم حطيتوها لرئيس الجمهورية؟ هل قصة اليوم موضوع وحدة السلاح؟ يعني شو برأيك معقول يشكل أخذ وعطاء أو مدار جدل بينكم وبين مختلف الأفرقاء السياسيين؟ نحن حطينا كيف ممكن نلتقى لحتى ننتخب رئيس لبناني، هيدي شغلة كتير مهمة، لبنانة القرار. يعني أنا إن شاء الله أنه نوصل لمطرح أنه نقول أنه منا القرار مش خارجي، القرار داخلي، ونحن لازم كلنا نتوحد لحتى ننتخب رئيس بيشبهنا لإلنا. بفتكر المواصفات اللي حطيناها هي بتنطبق على رئيس لبناني قادر انه ينقذ البلد اقتصاديا مع علاقات خارجيه مع الكل. اكيد سو هيدا اهم شيء بالموضوع، ما هو الموضوع انه هل نحن قادرين كنواب 128 ناخذ قرار لبناني لحتى نقدر نوصل لرئيس انقاذي. بفتكر اذا بنركز على هيدي النقطه وبنقدر كلنا سوا نوصل لمطرح نلتقي فيه على هيدي النقطه بيكون شغله كثير مهمه. ولكن اليوم بتعرفي بلبنان في تقاسمات سياسيه اليوم، في افرقاء بتعتبر هي عندها الاكثريه وممكن تعمل تحالفات تامن اكثريه، في افرقاء بتعتبر انه اليوم بدها تكمل ولايتها او حكمها لو اختلف الرئيس، ولكن تكمل بالنمط وتكمل بالافكار السياسيه، وفي بعض الاشخاص اليوم بيقولوا يعني بدنا او شخصيه مستقله او وسطيه او شخص توافقي. برايك اليوم ما هو الرئيس الافضل للبنان؟ شخص مستقل جاي من عالم رياده الاعمال او من الخارج جاي على لبنان، او شخصيه من الوجوه اللي بنعرفها الموجوده بلبنان اللي اكثر عاشت يعني الازمات الاخيره؟ وأنا عم بحكي عن حالي هون مش عن نواب التغيير، أكيد إنسان عاش بلبنان واختبر كل المشاكل اللي الناس اللي عم بتعيش فيها، بيكون أقرب للناس،
بغض النظر هيدي شغله منيحه، بس انه اذا كان جاي من الخارج ومستعد انه يسمع للناس ومستعد انه يكون قريب للناس كمان، بعد ما بعرف يعني بعد ما عنا التصور الكامل. طيب بس شخص سياسي اليوم او شخص اكثر يعني متخصص بمجال الاقتصاد لنقول، كون نحن علقانين هلا بازمه اقتصاديه بالدرجه الاولى، نحن بدنا شخص سياسي وانقاذي، بدنا اياه اثنين يعني ما فينا. نحن عنا مشكلة كتير كبيرة واللي هي انه البلد منهار على الاخر، ضروري انه هيدا الانسان يكون well rounded، يعني عنده المام بكتير من الامور وقادر انه يكون سياسي منفتح على جميع البلدان اللي حوالينا وعلى البلدان العالمية، وبنفس الوقت قادر يفهم اقتصاد وقادر يفهم بيئة وقادر يفهم صحة وقادر يفهم كل الخلافات اللي موجودة بين الأطياف اللي موجودة بلبنان. موجود هذا الرئيس اليوم، عم نسمع مواصفات، عم نسمع اليوم بيانات، تعبير، عبارات بيسمع المواطن بينبسط فيها يمكن، بس موجود هذا الشخص؟ إيه ليش لا؟ نحن في كتير لبنانية عم يصل للعالمية بكتير كتير مواضيع. ما بفتكر إنه المشكلة بالشخص، أنا بتصور إنه في أشخاص بينشاف فيهم الحال كتير وما رح نستصعب هيدا الشيء. الأهم إنه نتفق إنه نحن 128 نائب نريد أن ننتخب رئيس لبناني ليخدم لبنان أولاً وبعدين المصالح الخارجية بتجي بعدين. ما دام موجود ليه بعد ما سمعنا باسم منكم بشخص محتمل؟ لا نحن عم نحكي بعدة أسماء ورح بس بعد ما أعلنتوا اسم هيدول هن المرشحين. نعم. بعد ما اجى الوقت، لان احنا بنفضل رح يصير انه نحكي مع كل الكتل، ناخذ ارائهم، نرجع كمان نرجع نقيم بناء على المواصفات اللي حطيناها، ومن وراها نطلع باسماء واحد او اثنين او ثلاثه نعرضهم على الكتل النيابيه. اسماء حضرتكم رح تتبنون كتكتل نواب قوى التغيير او لا اسماء رح يتم كل شخص وافق فيها على المبادره اللي انتم حطيتوها رح يتبناها معكم؟ بعد الآلية منا فاينل يعني منا نهائية، لأنه كمان ما فينا نفوت عن نواب عند النواب الكتل النيابية نكون عن سابق تصميم وتصور إنه نحن عارفين شو بدنا نعمل بدون ما ناخد رأيهم. نحن منفضل إنه نعمل هيدا الأول برمي وناخد بعين الاعتبار كل اللي بيقولولنا إياه، ونرجع نعمل تقييم للمبادرة اللي نحن عملناها ونرجع نطلع بالأسماء. هيك منكون يعني مش بيكون حديث من طرف واحد، بيكون الحديث من طرفين، ومنكون أخذنا المواضيع اللي هن ثروة والمواضيع اللي شددوا عليها قبل ما نطرح اسم. اليوم الجولة تنطلق غدا مثل ما قلتوا بالبيان اللي طلع عنكم بالساعات الأخيرة، ما رح تخلص الأسبوع المقبل، في عندكم جلسة الموازنة العامة، إقرار الموازنة العامة، رح نسألك كمان على الموازنة بعد قليل، وحتضل للأسبوع اللي بعدها، بتخلص بأسبوعين أو أكثر. متى ببلش المواطن من يسمع منكم بنتائج حول هذه المبادرة ويسمع، يعني يمكن أكثر شيء بهمه اليوم المواطن اللبناني يسمع باسم من سيخلف الرئيس ميشيل عون على هذا الكرسي في قصر بعبدا؟ نحن ما عم نتأخر أبدا، ونحن مثل ما وعدنا المواطن انه رح نبلش بجوله مع الكتل رح نبلش تنين، وان شاء الله انه من بعد ما ناخذ كل التقييمات والمناقشات اللي رح تصير نطلع نطلع ونحكي مع الشعب اللبناني ونقول له شو صار بالجوله اول شيء، ونعطيه الخطوه الثانيه اللي بدنا نعملها. ما فيني احدد وقت هلا لانه كله بده يكون مرتبط بلقائتنا مع الكتل النيابيه. لنحكي شوي عن الشكل والمضمون تبع الجوله اللي رح تقوموا فيها، هل رح تروحوا كلكم 13 نائب عند كل الكتل السياسيه، او رح يكون في اشخاص منتدبين من قبلكم يروحوا لعندهم، حيكون في تصريح، حيكون في متابعه اعلاميه للمواطن يعرف اراء كل كتله وكل حزب شو قالكم بالتفصيل حول هذه المبادره؟ نحن رح نروح عدد قليل حسب حسب قد ايه في ناس منا قادرين يروحوا بهذا الوقت المحدد. في اوقات رح نكون كتار، اوقات رح نكون قليل. بنفس الوقت لما بنطلع من الاجتماع ما رح يكون في تصريح واضح دغري من بعد كل اجتماع، لأنه لازم يكون في تقييم سياسي وتقييم مضمون اللقاء اللي
اللي راح يكون بين الكتل، وخاصة انه ما راح نكون كلنا ال 13 موجودين، يعني بده الناس اللي راحوا ياخذوا التقييمات ونرجع نجتمع ونرجع ندونها ونقيمها لحتى نقدر نصارح المواطن. فبقى هي راح تصير هيك، يعني زيارة اخذ المعلومات وتدوينها، بعدين عندنا مناقشة بيناتنا، بعدين في عندنا تصريح مع الناس. طيب راح تشوفوا كل الاحزاب كلهم يعني كلهم؟ ايه اكيد، حتى كتب حزب الله، حركه نعم. امل، وقوات التيار، اخذنا منهم مواعيد والكل اعطيكم مواعيد؟ نعم. ما في حدا قالكم لا ما بدي انا اتواصل معكم، ما بدي؟ ما بفتكر عنه. ما بفتكر، كله في مواعيد تدونت وعم ينشغل عليها مين بده يروح على هيدا حسب اوقاتنا. بروفيسور سليبة، رح ناخد أول فاصل أو الفاصل الأن الوحيد بحلقتنا ونرجع منتابع الحديث معك. أوكي. مشاهدي ام تي في، اهلا بكم من جديد. نتابع دائما هذا الحوار مع النائبه نجاة عون صليبه. رح نضل دائما معك مع المبادره الانقاذيه الرئاسيه، كون هي بالنسبه لكم يعني الهدف الابرز هلا واكثر شيء اشتغلتوا عليه بالفتره الاخيره. حكينا عن مين رح تلتقوا، كيف رح تلتقوا الاشخاص، وعن بعض الاسماء يلي بعد هلا قلتوا انه يمكن في اسماء عم تحكوا فيهم بس ما في اسماء واضحه وبعد ما في موعد محدد لاعلان الاسماء. بروفيسور صليبة، من الأسماء اللي الناس بتعرفها اللي بتسمع فيها كل يوم، بدي أعرف رأيك اليوم، لو بعض الأشخاص بيقولوا إحنا منا مرشحين وقد نرشح أشخاص آخرين، وحاليا يعني نسحب حالنا لأكثر من سبب وأكثر من تبرير، إذا بلش معك اليوم مع رئيس حزب القوات المنية سمير شعشع، هل هو مرشح؟ بالنسبة لألكون هل هو مرشح؟ تعتبروه مرشح أو ما بعرف؟ هل هو أعلن ترشيحه؟ هو ما حدد موقف معلن، ولكن دائما بيقول أنا مرشح معلن، وكان في بعض البيانات اللي قالت إنه نحن كرمال الوضع حاليا منضحي بحالنا، مهم يوصل رئيس يقوم بإنقاذ البلد. أنتوا شو موقفكم؟ بعد ما بدنا، في دائما بدنا ننتبه إنه بعد ما تحدثنا فيها كتكتل نواب تغيير، بس أنا بقول إذا حابب يترشح مفروض يقدم لنا برنامج ترشيح. نحن ناس عمليين علميين، بنفضل انه الانسان اللي بده يترشح لرئاسه الجمهوريه ما يكون عم بيشتغل للرئاسه من على التليفونات ومن تحت الكواليس ومن الكواليس. نحن بنفضل انه يكون الترشيح علني مع برنامج علني، مصارحه مع الشعب اللبناني، ويا ريت بنوصل لوقت يكون في مناقشه تلفزيونيه واضحه بين كل المتبارين لحتى نصير على مستوى يعني البلدين بالعالم. بعرف انه عندكم موقف موحد يجمع النواب 13 بالعاده بتلتزموا فيه وما بتطلعوا يعني خارج الموقف، ولكن موقفك شخصيا اليوم بالنسبه لك هل يطابق المواصفات اللي حضرتكم عرضتوها بالمبادره الانقاذيه، او ما بتعتبريه هو حاليا الرئيس المطلوب؟ بدي اشوف شو برنامجه. يعني عم تطلب مني اعمل موقف عاطفي يعني او مش عاطفي، يعني ما موقف في موقف سياسي هو نوعا ما، يعني ادائه السياسي معروف، توجهه السياسي في برنامج معروف، لا في انقاذ بلد. كيف هو تصوره لانقاذ البلد؟ بده يكون في معايير بحطوها واضحه ومن خلالها نحن بنقيمها وبنقول إذا إيه ولا لا. نفس الكلام إذا بسألك عن سمير الفرنجي مع حفظ الألقاب، نعم. مع الوزير جبران باسيل، نعم أيضا. نعم نعم، هي ذاتها بده يكون في برنامج واضح، بده يكون في ترشيح علن ومصارحة علنية للشعب اللبناني، وبعدين نحن بنعطي رأينا. ولكن اليوم الدستور لا ينص على أنه من يرغب ب يعني رئاسة البلاد أنه مش مطلوب منه يترشح لرئاسة البلاد، على عكس النيابة. يعني بالدستور اليوم في ممكن انتخاب أي شخصية مجرد ما النواب يتفقوا عليها ويصوتوا لها. بس احتراما لذكى الناس واحتراما للناس وعقليتها، يعني انه بيقولوا خدنا على عقليتي، اعطيني شوي يعني شو بدك تعمل للبلد، كيف بتشوفوا انقاذ البلد؟ البلد ما بقى في شيء، يعني باي طريقه بتعتبروا مين ما كان يكون انه انا رئيس جمهوريه بحق لي او بدي اترشح رئيس جمهوريه او بستاهل كون رئيس جمهوريه، شو هو اي طريق بدكم تسلكوها لحتى تنقذوا البلد؟ فرجونا اياها. طيب اليوم ابرز الاشخاص اللي قاموا باللي حضرتك عم تحكي عنه عبر الاعلام بمؤتمرات صحفيه كانوا السفيره تريسي شمعون، ماير ريحاني، وايضا زياد حايك. حدا من هالاشخاص هلا ذكرناهم قد يكون ضمن سله الاسماء اللي حضرتكم رح تطرحوها على المواطن اللبناني؟ انا بفتكر ثلاثتهم
أهل أنه يكونوا رؤساء جمهوريين، ثلاثتهم وضحوا بطريقة كتير بروفيسيونال مع الشعب اللبناني وصارحوه ببرنامجهم العام ببرنامج اللي هن بيشوفوه، وثلاثتهم مطروحين. حتى ما قلت تتمنوا حدا منهم اليوم؟ ما بعرف، لا ما درسني هالقصة. بالنسبة لك بتتمنى، بالنسبة لك بتفضل حدا منهم يكون؟ أنا بفضل تكون مرة رئيس جمهورية أكيد. يا ريت يعني بنكون كلنا عم نشتغل لتكون مرة رئيس جمهورية، بتكون أول رئيس جمهورية بتاريخ لبنان. حلو. وكل ما بينحكى اليوم عن انتخاب أو الاستحقاق الرئاسة دائما بينحكى عن قائد الجيش، هل حضرتك مع أنه قائد الجيش اليوم يتولى هذا المنصب؟ يصير في تعديل دستوري مثل ما صار بالمرات السابقة، تحديدا يعني عندما تم انتخاب الرئيس ميشيل سيمين رئيسا للجمهورية؟ أنا شخصيا بفضل أنه لا، لأنه ما لازم يكون مثل عرف صار كل قائد جيش بده يوصل كمان صار أنه بدنا نفكر فيه كرئيس جمهورية. هيدي شغلة مش مزبوطة ومنا دستورية أبدا، وصرنا عم نكرسها وعم نكررها كتير. ياريت أنه منكسر هيدا السايكل، يعني الطريقة اللي عم نفكر فيها، ومنجيب ناس مدنيين اشتغلوا بحياتهم مثل قائد الجيش وناضلوا بهيدا البلد وقدروا خلوه واقف على إجري وبيستاهلوا أنه يكونوا رؤساء. نحن حالياً بالمهلة الدستورية اللي ممكن فيها يتم انتخاب رئيس للجمهورية، لا حديد هلأ في مسعى منكم إذا بنحكي عن مبادرة إنقاذية، في اليوم كلام بالكواليس السياسية بين مختلف الأفرقاء أنه عم يجتمعوا عم يلتقوا عم يحكوا بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن بعد ما في اسم، وبنعرف بلبنان كل شيء بياخد كتير وقت والتوافق على اسم بياخد كتير وقت. هل برأيك اليوم ممقول نوصل إلى فراغ رئاسة ونشهد نفس التجربة اللي صارت قبل؟ نحن كتكتل رح نجرب كل ما فينا، كل قوانا وكل وقتنا نكرسه لحتى ننتخب رئيس بالمهلة الدستورية. نحن منفضل انه هيدا الخيار ما نوصل له. اذا ما قدرتوا اليوم تطرحوا مرشح، ما قدر مرشحكم او الاسماء اللي حضرتكم رح تطلعوا فيها بالنهاية ما قدرت تلاقي عدد الاصوات الكافية، وكان في مرشح ما بيتماشى مع الشروط اللي حضرتكم حطيتوها، معقول توصلوا اليوم الى خيار المقاطعة وما تحضروا جلسات؟ كل هول الخيارات مطروحين على الطاولة. بس انتم كنتوا دائما تقولوا انه ما بدنا ولا مرة نقاطع، ما بدنا ولا مرة ما نقوم بواجبنا الدستوري. ضروري نقوم بواجبنا الدستوري، بس اذا كان الخيار انه نوصل حدا ما بنعتقد انه لازم يوصل لرئاسة الجمهورية يمكن ناخذ هذا الخيار، وان شاء الله لا. طيب في اسماء اليوم بتخشوا انه توصل لرئاسة الجمهورية؟ انا ما بدي احكي اسماء، لانه حفاظا على التوافق اللي عملناه بالكتلة بالتكتل. يعني حلو اليوم هذا التقارب بينكم كنواب بتكتل، ولكن عم نلاحظ انه عم بيغيب يمكن الرأي الواحد وعم يكون ما في انفراد بالرأي. انتم هذه الاستراتيجية هلا عم تتبعوها لتردوا على كل شيء صار، انه انتم ما رح تضلوا مع بعض، رح يصير في اليوم فرط لهذا العقد الجماعي اللي انتم فيه؟ هيدي الشغلة أنا بحب شدد عليها، إنه هيدا الهجوم على قوى التغيير منه جديد. يعني أول ما نحن ترشحنا للانتخابات قبل الانتخابات كانوا يقولوا ما عندهم برنامج، ما رح يقدروا يتحدوا، ما رح يقدروا يألفوا لائحة، ما رح يطلعوا على ما رح ينجحوا، اللي بده ينجح 5%، كله تشكيك بقدراتنا. ولحد هلأ صرنا مبرهنين إنه كل هيدا التشكيك اللي عم بيجربوا يفرضوه أو يحطوا لهم يموهوا فيه بالرأي العام منه مزبوط. نحن من الأول كان في نقاشات لأنه نحن كنا جايين من عدة أطراف، بس يعني دغري تخطينا الفرق بيناتنا، وهلأ نحن عم نشتغل كمجموعة متكاملة. بس سأطلب بعض الامتحانات باعتراف حتى يعني نواب التغيير بنفسهم وحتى بعض النواب السياديين الآخرين بأكثر من استحقاق، يعني إذا عم نحكي اليوم بانتخاب نائب رئيس لمجلس النواب، بانتخاب رئيس مجلس النواب بأكثر من استحقاق، حتى ببعض التصاريح السياسية أو الإعلامية اللي قمتوا فيها حضرتك كمان اليوم صار معك يعني نوع من هذه التجربة اللي صارت من قبل ما حكيت فيها عن الرئيس نبيه بري، هالأمور كلها كيف بتشوفيها؟ كيف بتردي على المنتقدين أو على اللي عم يسألوا؟
نحن عم نقول انه كان في اول شيء شويه فروقات بين بعضنا قدرنا تخطيناها، وهلا نحن واعيين للمرحله اللي هي رئاسه الجمهوريه قد ايه هي دقيقه وقد ايه هي مهمه بتاريخ لبنان. منشان هيك نحن عم نجرب نحافظ عليها بكل الطرق. نعم. وما نقدر وما يعني نزعزعها، لانه لازم نشتغل كلنا سوا ايد واحده منشان نوصل لرئيس جمهوريه نحن بنفتخر فيه. بين قوى التغيير غير موضوع الانتخابات الرئاسية، متفقين على مثلا خطة التعافي الاقتصادي، متفقين على قصة سلاح حزب الله، كلكم عندكم نفس التوجه أو لا، أو مختلفين بهذه النقاط وهلأ بس عم تركزوا على الرئاسة؟ للحقيقة من وقت ما انتخبنا لهلأ في استحقاق ورا التاني، ودايما عم نركض مع الوقت. في يمكن اشياء بتفرقنا، يعني في مثل اشياء بتكون شوي مختلفة عن بعض، بس ما قدرنا بعد لقينا الوقت الكافي لنقعد نناقش كل هيدي المواضيع بعمق لنوصل لاتفاق بين بعضنا، بس هيدا الشيء اكيد بده يجي وقريبا. اضافة لشروط او الصفات اللي حطوها لرئيس الجمهورية، ما حطيته رئيس قوي على فكرة، خليته عن هالصفة او منا اليوم بقى مهمة، منا بقى مطلوبة؟ شو يعني رئيس قوي برأيك اليوم؟ كيف الرئيس القوي؟ الرئيس بيحترم بلده، بيشتغل لإنقاذ البلد. ما بعرف إذا لازم يكون قوي، لازم يعمل شغله. يعني ليه بدنا نحط مواصفات قبل ما نلاقي إنسان بيقتنع إنه لازم يعمل شغله؟ يعني أنا ما بحب إنه النواب يكونوا لا أقوياء ولا ضعفاء ولا شيء. أنت موظف مثلك مثل غيرك، جاي تاخد تعمل شغلك وتفل، يعني ما بدها أكتر من هيك. ولكن اليوم القوة تعطى أو أعطيت بحالة الرئيس ميشيل عون نسبة للتمثيل المسيحي. لا تعليق على هذا الموضوع. بنروح معك إلى قصة لبنان القرار اللي عم تحكوا فيه. نعم. أكثر من مرة كمان. نعم. هل برأيك اليوم ممكن انتخاب رئيس الجمهورية مع كل شيء عم بيصير بالمنطقة، مع الاتفاق النووي اللي عم بيصير، مع التشدد والتخبط اللي عم بيصير دوريا وأكثر من ملف، هل ممكن فعلا نوصل لانتخاب رئيس لبنانيا؟ إنه نحن بعد ما تعلمنا إنه البلدين عم تعمل مصالحها قبل مصالحنا، والبلدين تخلت عن لبنان وعملت مصلحتها أولا، وهلأ عم بيقولولنا أنتوا دبروا حالكم، هيدا الانهيار الاقتصادي شغلكم وأنتوا مفروض تطلعوا منه. يعني هن بالمصيبة قالولنا هيدي مصيبة لبنانية دبروا حالكم فيها، ليه نحن وقت بدنا ننتخب رئيس بدنا نطلع بالخارج؟ ما هيدي كمان نحن مسؤوليتنا، ونحن مفروض أكيد نتحمل هيدي المسؤولية ونشتغل شغلنا للآخر. يعني أنا ما بفهم ليش بدنا نستقوي بالخارج لما الخارج نحن وقت وقعنا وصارت عنا المشكلة قال إنه ما عندي وقت لأ. بحال صار في توافق خارجي اليوم وتم اعتماد تسمية شخص مرشح لخلافة الرئيس ميشيل عون، حضرتكم كنواب تغيير ما نال رضاكم هذا المرشح، شو التحركات اللي ممكن تقوموا فيها؟ كيف ممكن اليوم تتصرفوا إذا صار في ضغط دولي وراحت الأمور لعملية انتخاب شخص الخارج يريده وليس مواصفات الخطة الإنقاذية اللي حضرتكم طرحتوها؟ أكيد هلأ ما رح نستبق هيدي الأمور، ونحن ما رح نحط ممكن يصير بلبنان كل شيء معقول يصير، مزبوط، بس نحن ما رح نحط هيدا الخيار قدامنا هلأ. نحن حاطين الخطة الإنقاذية أول شيء. نعم. قدامنا ورح نشتغلها بكل قوانا، وإن شاء الله ما نوصل لهيدا الخيار. بروفيسور صليبة، هل الحديث عن انتخابات رئيس الجمهورية عم بينسي اللبنانيين أو حتى السياسيين مسألة أنه في حكومة يجب أن تؤلف في رئيس حكومة مكلف بعد ما شكل حكومة؟ أكيد. وفي عنا كمان مشاكل يومية ما عم نحكي فيها، في مشاكل اقتصادية، في مشاكل سلام مش سلامة تأمين الغذاء، في مشاكل البنزين اللي بدها ينشال الدعم عنها، في عنا مشاكل تربية، في عنا مدارس بدها تفتح مع الدولار، في كتير مشاكل ضروري نحكي عنها. الإعلام والناس كتير مركزة على رئاسة الجمهورية وحقهم، أكيد لأنه بالنهاية اليوم عم نلاحظ اليوم استحقاق الرئاسي عم بيكون هو الأولوية. حتى أنتوا اليوم عندكم مبادرة إنقاذية رئاسية أكثر من أنه اليوم شخصية، يعني قدرتوا تكلفوها بتوافق أو بجمع أكبر عدد من الأصوات لتأليف الحكومة، وبالتالي وصل الرئيس الحالي كمان كلف تشكيل حكومة جديدة وبعد لهلا ما قدر يشكل.
هي مزبوط انه هيدي مرحله تاريخيه كثير مهمه، بس مش معناتها انه نحن بس مركزين على هيدي، يعني كل واحد منا ضمن اختصاصه عم بيلاحق ملفات كبيره، مثل النقيب ملحم خلف عم بيلاحق ملف القضاء اللي بدنا نحكي عنه، في كثير من الزملاء انا ودكتوره حليمه عم نلاحق الملف التربوي وخصوصا ملف الجامعه اللبنانيه، في ابراهيم نايمني عم بيلاحق مع مع مشكلة مشروع القانون تبع الطاقة المتجددة، في كتير مشاريع وفي كتير ملفات ضروري أنه نكون موجودين فيها وعم ندرسها وعم نكون الصوت اللي لازم برأيك اليوم عن الناس وعن التلاميذ. يعني أنا بعتبر أنه ملف الجامعة اللبنانية من أهم الملفات اللي لازم اليوم يتضوى عليها، وبالنهايه هي يعني جامعه كل شخص مش قادر، وخاصه اليوم بهالازمه الاقتصاديه كل الناس بحاجه للجامعه اللبنانيه على امل انه تنحل. عم نحكي 80,000 طالب على القليله. بروفيسور، يعني حنروح الى ملف جريمه العصر، غردتي واستخدمتي هاشتاج شركاء في جريمه العصر لما بلش الحكي عن معطيات انه سيتم اعتماد قاده الرديف للمحقق العدلي طارق البيطار، وغضب الأهالي اللي شهدناه بالأيام اللي مضت. أولا، من هم الشركاء في جريمة العصر؟ الهاشتاج اللي حضرتك استخدمتيه على تويتر، مين بيعمل هيك عمل؟ يعني أي وزير عدل هو وزير كل الأهالي اللبنانية، بيتهم فئة معينة من الناس المظلومين بأنهم هن عملاء سفراء، وبيقول أنه بس في المساجين هن المظلومين. يعني كيف هيك عم بيعملوا؟ كيف عم بيجزئوا هيدا الملف وعم بيخلوا وعم يخلقوا شيء منه قانوني ابدا بتسميه محقق عدلي رديف؟ يعني في نحر للقانون، في تجزئه بهيدا الملف، وفي تفضيل ناس عن ناس، في كمان بطريقه مبطنه انه نسكر الملف لحتى بس نطلع الناس اللي هن مسجونين. وانا ما عم بقول انه هن مش مظلومين، بدي اسالك عن الاشخاص الموقوفين صار قطع سنتين كمان. انا ما عم بقول انه ايه، ومن نفس الشيء باهالي الضحايا، نحن لازم نعامل الناس والضحايا كلهم، انا بعتبرهم ضحايا بطريقه متساويه. وبالتالي وزير المال هو المسؤول الاول، لانه وزير العدل، وزير المال وقع التشكيلات أكيد القضائيه، وزير المال ووزير العدل هن اثنيناتهم داخلين بهيدا توقيف العداله، ومن شان هيك منحملهم مسؤوليتهم. بروفيسور، معنا عبر الهاتف حنكون باتصال مع ويليام نون شقيق الشهيد جو نون. مثل ما شفتي بالايام يلي قطعت، اهالي ضحايا اربع اب وكل من تضرر من هذا الانفجار جريمه العصر شاركوا بوقفات ورفضوا تعيين قادة رديف. ويليام مرحبا. مرحبا، كيفك رال؟ يعني شفناكم بالايام الماضيه من جديد بالشارع، هالمره مش بالذكرى الشهريه لجريمه العصر جريمه 4 اب، الاسبوع الجديد شو رح تعملوا؟ وين رح تروحوا ومين رح تلتقوا؟ اوكي، اول شيء بونجور دكتور، يعطيك العافيه رالف. مرسي لك. بدنا بس ضوي على شغله، نحن عم بنلاقوا حل جزئي مثل ما كنتوا عم تقولوا انتم، الموضوع قضيه المرفأ مش لازم تتجزأ. نحن اول ما حكي عن هالموضوع قاضي رديف مش معروف شو صلاحياته ومين، طلعوا بيان من نادي القضاة، بين من نائب المحامين، بين من الاشخاص الدستوريين كبار بالبلد قالوا هذا الشيء ابدا مش قانوني. يعني في حال حتى تنقول مشيوا او مشينا باللي هن بيطلبوه، بيروح حدا من الاهالي بيقدم طلب رد بالقاضي الرديف، نرجع نفس الموضوع، بدنا الهيئه العامه لمحكمه التمييز اللي هي بتبت بكل هالتفاصيل. فالمشكله معروف وين، المشكله انه بدنا تشكيلات قضائيه جزئيه الموضوع المرفق الهيئه العامه لمحكمه التمييز، يتفضل الوزراء يمدوها. وزير العدل بدل ما يطلع ينبش الاهالي شو معهم سيارات ومين بيحكوا شو بياكلوا شو بيعملوا، يروح يعمل شغله. وزير المال يمضي التشكيلات القضائيه بس توصل لعنده، لان هي واجباته يمضيها، اكيد تكون دستوريه مثل ما الدستور بيقول. نحن عم نتفاجئ عن جد كيف عم يتصرفوا معنا، يعني نحن هيدي من الايام القليله بيطلع وزير بصير يحكي على اهالي ضحايا بالوقت اللي نحن كل شيء عم نطالب فيه انه يمشي تحقيق، مطلع معنا نحن عملاء سفرات لا ومنقبض وفي ناس بحركونا. يعني اذا نحن كل شيء عم نطالب فيه يمشي تحقيق، بظن هي مطلب كل الناس وكل الشعب، مش عم نطلب شيء نحن غريب عن الطبيعه، بظن انه هن الوزراء عندهم فكر غريب يعني عنا. نحن اللي عم نقوله هالجمعه رح نروح اذا الله رادنا دبي سهيل عبود، نحن هالشخص ولا مره لما رحنا لعنده وضحنا له اللي بدنا اياه، صح؟ والتقيتوا فيه انتم اكثر من مره بالسابق وعرضتوا اليوم أكيد. يعني صرخاتكم اكثر من مره وكنتوا يعني متمسكين ببقاء المحقق العدل طارق البيطار وحارسين على هذا الخيار اللي بالنسبه لكم كان الخيار الصحيح.
اكيد نحن متمسكين بالتحقيق العدلي بشكل اول وبتحقيق عدلي بشكل ثاني، ونحن على طول بنقول هن بيقولوا على طول في استنسابيه وكل هالتفاصيل، نحن بنضوي حتى ايام على مواضيع الناس بتفاجئ ونروح نجيب مستندات بنضوي، لا هو كمان لازم يطلعوا التحقيق بس يمشي التحقيق بالقليل تيطالهم، نحن كل شيء بدنا اياه يمشي التحقيق بالتحقيق العدلي. نعم. من بعدها متحول على مجلس العدل والكل بيعرف مجلس العدل مشكل من اكبر 5 قضاة بلبنان هن رح يبتوا، فمش معقول يصير في لافته عليه ولا ممكن حدا يتهمه يكون هو بريء، لان احنا بنقول رح نروح عند الرئيس سهيل عبود نفهم شو اللي عم بيصير، اذا الاكس ضغط على القضاء يطلعوا يقولوا هالاكس ضغط على القضاء، في حدا يعني عم بشكل ضغط، وشفنا الضغط بس يجي وزير من فئه سياسيه معينه ونواب بنفس النهار يطلبوا نفس المطلب، هذا تدخل بالقضاء علني. نعم. انا بحكيك عن نحن بالاخص اهالي شهداء فوج الاقصاء، نعم. عن كل اهالي اكيد نحن عندنا ثقه بالرئيس عبود، نحن بنعرف انه نيته طيبه وهو شخص قانوني، رح نروح لعنده نشوف شو اللي عم بيصير وبدنا كل شيء يمشي بالقانون، يعني نحن جذبنا الشارع وانتم بتعرفوا اكثر شيء رفقتونا وين ما كان شفتوا الشارع بعد هلا النتيجه بطيئه، جذبنا اكيد بنضل نحن نصرخ وانتم سند تبعنا بالاعلام، على البيوت عم نروح وين ما كان عم نروح بالاخر بدنا نتيجه. في تحركات هذا الاسبوع غير لقاء الرئيس عبود، في كمان تحركات هذا الاسبوع؟ اكيد اكيد اذا قررت في اكيد نحن كل اللي بدنا اياه عن جد تمشي التشكيله. ويليام بس سؤال اليوم حابب اسالك اياه مباشره على الهواء اليوم ما يتعلق بالموقوفين، شو موقف اهالي الضحايا من توقيف بعض الاشخاص اللي لهلا المحاكمه كمان واقفه عندهم، شو موقفكم من هذا الموضوع؟ يعني نحن وقفنا واضح، نحن بنايا اشخاص كلنا يعني عندنا انسانيه، نحن اللي بنقول اذا في اشخاص بالسجن موقوفين مظلومين نحن اكيد ما عم يطلعوا، ولا مره كنا ضد انه يطلع اشخاص، ونحن ولا مره جينا قلنا هذا الشخص بيطلع هذا الشخص، لا نحن ما عندنا شيء بالشخصي مع حدا، في اشخاص نحن اسمائهم بنشوفها ولا مره حتى سمعين فيهم، اللي عم نقوله يمشي التحقيق بشكل طبيعي، كل شخص ياخذ حقه بالقانون، واللي بحس حاله مظلوم يدافع عن حاله قدام مجلس العدل ان كان وزير او مين ما كان، هلا اكيد اني وجهه نظر اهل الموقوفين نحن بنتواصل معنا بنتواصل معهم بصراحه، يعني هذا الشيء مش سر حتى طلعنا مرتين بحلقتين مع بعض. نعم. كل شيء عم نقوله بيمشي التحقيق لكم ولنا، واللي عن جد مرتكب اكيد نحن بدنا اياه يقعد بالحبس لاخر عمره. نعم. واللي بريء بيطلع بس في مشكله انه مش معقول يجي كل مره يلاقوا حال جزء للموضوع ولا مره يلاقي حال انه يمشي خي يمشي التحقيق. نعم. نحن كنا أكيد من اول اكيد حنتابعكم هذا الاسبوع. ويليام نون شكرا لك على هذه المداخله. بروفيسور صليبا سريعا الوقت بلش يدهمنا، بدي احكي معك عن الموازنه، موقفكم اليوم هذا الاسبوع حتكون كمان بموقف موحد من الموازنه؟ رح يصير في مداخلات من عدد من النواب التغييريين، وبفتكر اخر شيء رح نناقشها كلنا سوا ونطلع بموقف موحد. بتصوتوا مع او ضد الموازنه الحاليه؟ بعد ما أخذنا القرار النهائي بفتكر رح تكون ضد، لأنه في كتير إشياء نحن مش راضين عنها. رح سرع شوي بالملفات، ترسيم الحدود امبارح كان عندكم كلكم نفس التغريدة حطيتوها، انتقدتوا فيها الترسيم كيف عم بيصير ورفضتوا حتى اعتماد الخط 23 من جديد، علما أنه المسؤولين بالموضوع تخطوا هذه المسألة وصاروا اليوم بانتظار الرد الإسرائيلي على هذا الموضوع. ما حدا أكيد هيك نسمع أقله ما حدا عم نحن المهم بالتغريده انه حدا يخبرنا شو عم بيصير، انه نحن كنواب منتخبين من الشعب ضروري نعرف شو بفوت هوكستين بيطلع بيقولوا لنا كانت الرحله موفقه. اكثر من هيك ما اكثر من هيك ما بنسمع. اكيد نحن حكينا مع كل مع الرؤساء الثلاثه وقلنا لهم شو وجهه نظرنا وليه الخط 29 هو سقف عالي بيساعد لبنان انه يكون عم بفاوض بطريقه قوية مش بطريقة ضعيفة. بلشنا بالبيئة رح نختم بالبيئة أيضا والتلوث، وخاصة اليوم اللي شدناه بالأيام الأخيرة بالزوق، منطقة الزوق مع اعتماد يعني نوع فيول جديد فقط من أجل تأمين يعني ساعة من الكهرباء، قديه خطر اليوم هذا الموضوع صحيا؟ قديه بضل يأثر على صحة الإنسان وشو معقول يكون الحال؟ هيدا الفيول اللي عم بيحرقوه بمحطة الزوق ومحطة الجية ما لازم ينحرق بالمركز بالمدن اللي فيها ناس، هيدا عادة بيحرقوه بقعر البحر بمحطات تكرير بتكون بعيدة عن الناس، هيدا الشيء ما بيجوز، هيدي جريمة. للدخان الأسود اللي عم نشوفه معقول يكون فيه سلفر كتير عالي، هيدا الشيء بيقتل، ما بيجوز ابدا يحرقوه بين المدينه، وانا بدي لاحق الموضوع وتشوف اي فيول. نعم. وين المواصفات تبع هيدا الفيول اللي عم بيحرقوه، وبنتمنى لما تعرفي اي رد كمان تعلمينا اليوم نحن كمان. نعم. نعلم المشاهدين والمواطنين. أكيد. على الاجابات على كل هذه الازمات. شكرا لك بروفيسور نجاة صليبا، كثرنا عليك الاسئله ولكن الملفات مرق الوقت بالنهاية بسرعة. هي كثيره. مشاهدينا هذا كان كل شيء حتى الساعه، تابعوا اخبار الام تي في دائما عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، الى اللقاء. We'll be right back.